السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلابي الأعزاء؟ أتمنى أن تكونوا دائما بخير. اليوم سنأخذ في وحدة جديدة في مادة الرياضيات وهي وحدة القياس، ونبدأ بدرس السنتيمتر. اليوم سنتعرف على أداة قياس لقياس الأطوال القصيرة أو الصغيرة، فنستخدم وحدة القياس السنتيمتر والتي تستعمل لقياس الأطوال الصغيرة ونستخدم فيها المسطرة. إذا رأينا الصورة هنا، صورة النبتة، يسأل كيف أقيس طول النبتة؟ طبعا هنا أحضر لي المسطرة لأن طولها قصير فلا يحتاج إلى أداة كبيرة حتى يقيس طولها. فإذا نحن نستخدم لقياس الأشياء، نستخدم أشياء ثابتة ودقيقة حتى نحصل على طول دقيق. فعلماء الرياضيات اخترعوا لنا هذه الأدوات حتى يسهلوا علينا قياس الأشياء، فكانوا قديما يعتمدون على قياس مثلا بالشبر باستخدام اليد، قياس بالإصبع، قياس بالقدم. لكن بعد ذلك هذه الأشياء لم تكن دقيقة، فهي تختلف من شخص لآخر، يكون القياس مختلف والعدد مختلف من شخص يقيس وآخر. لذلك اعتمدوا على أشياء دقيقة يستطيع أي أحد استخدامها ويحصل على نفس النتيجة إذا استخدمها أكثر من شخص. فهناك أدوات نستخدمها في قياس الأشياء أو الأطوال الكبيرة، وهناك أدوات نستخدمها في قياس الأطوال الصغيرة، وهنا نستخدم السنتيمتر. السنتيمتر هو وحدة قياس، هو وحدة قياس، أي أقول مثلا طول هذه النبتة لنفترض بأنها مثلا 40 سنتيمتر، إذا وحدة القياس التي استخدمتها هي السنتيمتر، لأن السنتيمتر هو شيء صغير أقيس فيه الأشياء الصغيرة واستخدم فيها المسطرة. إذا الأداة هي المسطرة لكن الوحدة هي السنتيمتر. إذا كيف أقيس هذه النبتة باستخدام المسطرة؟ إذا أتعلم السنتيمتر من وحدات قياس الأطوال الصغيرة ويستعمل الرمز CM ليدل عليها. أستعمل المسطرة لقياس أطوال الأشياء بالسنتيمتر. إذا هنا كما تشاهد في الصورة قياس القلم باستخدام المسطرة، وهنا أيضا عرض إصبع يدي يساوي تقريبا 1 سنتيمتر. إذا انظروا نستخدم الرمز CM لنعبر عن السنتيمتر وطول، وهنا ليريك طول أو طول السنتيمتر باستخدام إصبعك وهو تقريبي، وأستخدمه لتقدير الطول وليس ولا يعطيني بشكل دقيق، لكن إذا أردت القياس بشكل دقيق فأنا أستخدم المسطرة. أضع بدايته عند الصفر في بداية المسطرة ونهايته يعطيني هذا الرقم وهو طول القلم. إذا طول القلم 12 سنتيمتر تقريبا. إذا سألنا كيف أقيس أطوال الأشياء الصغيرة باستعمال المسطرة، كما قلنا نضع بداية الشيء الذي أريد قياسه عند الصفر، ضروري أن أضعه عند الصفر حتى يعطيني قراءة صحيحة ويعطيني قياس صحيح. فإذا وضعته في عند مثلا العدد 1 فلن يعطيني القراءة الصحيحة، فأضع بداية الشيء الذي أريد أن أقيسه عند العدد 0 ونهايته يعطيني طول الشيء المراد قياسه طوله الصحيح. فمثلا عندما أقيس كتاب، أمسك المسطرة وابدأ من الصفر وتابع إلى نهاية الكتاب يعطيك طول الكتاب الحقيقي. إذا للقياس استخدم أو أضع الشيء الذي أريد أن أقيسه عند الصفر ونهايته يعطيني
طوله بدقة. إذا نضع الشيء الذي نريد أن نقيسه عند الصفر، ونهاية هذا الشيء الذي قسته يعطيني العدد ويكون هذا طوله. إذا استخدام المسطرة دائما للأشياء القصيرة، كأن أقيس مثلا الطاولة التي أدرس عليها، الكتاب، الدفتر، طول مثلا نقطة صغيرة. إذا طول الأشياء القصيرة نستخدم السنتيمتر. ننتقل الآن إلى حل الأسئلة. إذا انظر هنا على صفحة 89، أبحث عن الأشياء الآتية ثم أقدر طول كل منها ثم أجد قياسه بالسنتيمتر. إذا أولا سوف أقدر طول الشيء تقدير، وبعد ذلك أقيسه بالمسطرة وأجد الطول الحقيقي للشيء. عندي هنا القلم، لو قدرت طول القلم ممكن أن يكون مثلا 14 سنتي تقديريا، لكن عندما قمت بقياس القلم باستخدام المسطرة كان طوله 17 سنتي متر. وعندما أردت أن أقدر طول الكتاب أو الدفتر كان تقريبا يعني حسب التقدير 25 سنتيمتر، لكن بالحقيقة كان 23 سنتيمتر. وطول الممحاة، الممسحة التي نستخدمها للسبورة، عند التقدير كان طولها تقريبا أو قدرناه ب16 سنتي تقريبا، وعندما قسناه بالمسطرة كان طولها 13 سنتي. إذن هي الأعداد متقاربة، لكن هنا تقديري، أنت تقدرها حسب نظرك، وهنا تقيسها بالمسطرة. قوموا أنتم أيضا بقياس هذه الأشياء موجودة لديكم بالبيت، قوموا بقياسها بالمسطرة وتأكدوا من القياس. أحل المسألة، أكتشف الخطأ. قاست هلا طول الطبشورة المجاورة فقالت إنها تساوي 7 سنتيمتر. اكتشف الخطأ الذي وقعت فيه هلا وأصححه. ننظر هنا، استخدمت المسطرة لكنها استخدمتها بشكل خاطئ، فقد قلنا بأنه يجب أن نبدأ من عند الصفر، فعند وضعه بعد الصفر يعطينا قراءة خاطئة، فعليها أن تضع المسطرة أو تضع الشيء الذي تريد قياسه عند الصفر حتى يعطيها القراءة الصحيحة. وإذا وضعناها عند الصفر أي قدمناها سنتي، فيكون نهاية أو طول المسطرة عند العدد 6 أي 6 سنتي. إذن عليها أن تبدأ القياس من الصفر ويكون طولها 6 سنتيمتر. طولها أضعها إذن 6 سنتي. قوموا بكتابة الإجابات على كتابكم. نضع الإجابة هنا. إذن عليها أن تبدأ القياس من الصفر، وطول الطبشورة هي 6 سنتيمتر بعد قياسها بالشكل الصحيح. هكذا أحبتي نكون قد انتهينا من درسنا البسيط اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا في حصتنا. أراكم إن شاء الله في الحصة القادمة بخير.